معانا الخبير السياحي الأستاذ أشرف شيحة. الأستاذ أشرف شيحة من الأسامي الساطعة في دنيا الأعمال السياحية، ولديه شركة سياحة هامة جدا جدا متخصصة في رحلات العمرة والحج. طبعا مع المأساة التي حدثت خلال الأيام الأخيرة في عودة المعتمرين، والمشكلة أظن أنها انتهت اليوم على خير، لكن أستاذ أشرف شيحة كان لي رأي صادم وخطير ولازم نسمعه. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بيكي مريم حالة. كل سنة وأنت طيب. بالصحة والسلامة وجميع المشاهدين. أنت من الناس الأعزاء اللي بيسافرونا للعمرة والحج، ولينا ذكريات جميلة مع شركتك. والحقيقة أنا لازم أشهد أن أنت يعني أنا سافرت معاكوا، والحقيقة في خدمة ممتازة ومعاملة كويسة ومواعيد مظبوطة. إيه اللي حصل يا أستاذ أشرف؟ هو بالتأكيد عدة أسباب متكاملة، ولا بد أن احنا نبحث عن هذه الأسباب حتى نعالجها، ولا ندع الموضوع يؤخذ على علته بهذا الشكل. يعني في اتهامات كثيرة لشركة طيران السعودية وللمعاملة في المطار، في مطار السعودية. هل حضرتك تقدر ترد علينا في الناحية دي؟ مطار السعودية ليس جديد علينا، وليس جديد على المصريين، وليس جديد على أي من المعتمرين والحجاج. بل بالعكس نتعامل معهم بكل يسر وبكل حسن تعامل على مدى سنين طويلة جدا. وموسم كامل، مش رمضان بس، في كل المواسم. ولكن قد يكون هناك نظرا للتجديدات اللي بتحدث في المطارات، ممكن يكون في بعض الصالات تم فيها عطل في السيور نتيجة الضغط في يوم 29 و30 و28. ده بيبقى فيه ضغط كبير جدا لعودة المعتمرين من جميع أنحاء العالم، ليس مصر فقط. طب بس عايز أقول لحضرتك إذا أشرف، في شهود عيان قالوا إن كان في طبعا عطل في السيور، وأكيد إن السيور اللي عليها الشنط والأمتعة كان عليها ضغط كبير جدا، لأنه عدد المعتمرين السنة دي أظن زايد ب 250 ألف من مصر فقط. لكن بيقولوا إنه بس المصريين اللي حاجاتهم كانت واقفة. لا، ما هو في حاجه، هل ده صحيح؟ لازم نبقى فاهمينها. ان في جزء كبير من المصريين اللي كانوا متعودين يطلعوا بالبواخر تحولوا الى طيران. وفي بعض من المعتمرين لديهم مشرفين ليسوا من داخل الشركات، ولكن قد يكونوا من السماسرة نفسهم اللي جايبينهم. ثقافه ركوب الطائره نفسه ما هوش عندهم، يعني ما اعرفش، ما ينفعش ان انا اجي اقعد انادي على الطياره رقم 305 يتفضلوا، وهو ما هوش عارف يعني ايه طياره 305 يتفضلوا. يتفضلوا على الجيت رقم كذا او البوابه رقم كذا. انا شايف في المطار بنفسه بينادوا عليهم من الخطوط السعوديه بالميكروفون، وبينادوا عليهم باليد، يعني بالاشخاص، والناس مش عارفه، مش فاهمه. استاذ اشرف، انت قلت في تصريح ليك، قلت في تصريح ليك يتعلموا يركبوا الطيارات اول؟ اي طبعا. لو 300، صعبة دي، صعبة شوية. لحظة واحدة يا فندم، لحظة. لو 300 أو 400 واحد من المصريين اللي سافروا وما عندهمش ثقافة إن هم يركبوا طيارة أساسا، مش عيب، بس العيب إن إحنا ما نعلمهمش. لما يكون عندي 250 ألف فيهم 300 واحد يتخلفوا عن الطيارة، هيعملوا لي أزمة في المطار. أنا ما قلتش إن هو العيب منهم فقط، أنا بقول العيب من السيور، العيب من ضيق الصالة، العيب من الصالات اللي عندنا هنا عتيل للخطوط السعودية، صالة ضيقة جدا لعدد الرحلات. العيب أيضا إن واحد لما يكون رايح لازم يروح يبقى عارف إن فيه وزن ليه 20 كيلو 30 كيلو، لكن ما يروحش بزكيبة. لو شفت حضرتك الشنط أو ما هيش شنط أساسا. ده اسمه الداء المصري في الوزن الزيادة. ما ينفعش، ما يعرفش إن العامل الطيارة لها حمل معين تشيله. كمان في حاجة، ما يعرفش إن العامل في المهبط ما يقدرش يشيل اكتر من 30 كيلو. يعني اي شنطه يبقى معاك 10 شنط ماشي، لكن كل شنطه ما تزيدش عن 30 كيلو. هي دي مش ثقافه، ومش ده تعلم، ومش عيب. لا، ده انا عايز اقول لحضرتك 30 كيلو ده انا زاد عندي 10 جرام، قالوا لي افتحي الشنطه طلعي ال 10 جرام الزياده. قالوا لحضرتك كده. لو انت حضرتك ما تعرفيش، يبقى ده مش عيب انك انت ما تعرفيش، لكن لما تعرفي هتستخدميها صح.
طب يعني رأي حضرتك ان الاسباب مش اسباب سياسيه؟ يعني البعض المتشائم بيقول في اسباب سياسيه، زعلانين عشان بيحاكموا مبارك، الكلام ده ما يعني. طب ما احنا طلعنا وغيرنا طلعوا وغيرنا طلعوا، احنا اتضرينا من ان اطنان من الحقائب تخلفت نتيجه كده. يعني اطنان من الحقائب تخلفت نتيجه الاوزان الزائده، نتيجه ان الناس مش عارفه ثقافه ركوب الطائرات، نتيجه لانهم كانوا بيركبوا قبل كده بيروحوا على العبارات والمراكب، فحصل ضغط، وكمان ان في تاشيرات كتيره كان عددها كتير السنه دي للمصريين، فالعدد الزائد ده هو اللي تسبب. ده مش ميزه وميزه من السعوديه انها تديه؟ يبقى ما فيش موقف سياسي، ما نحولش كل حاجه لحاجه غير حجمها. الحجم الطبيعي ان هناك اداره، سوء اداره من الشركات، سوء اداره من شركات النقل، سوء اداره من اداره المطار، سوء اداره من المطار من عندنا احنا. طب هل سيتم تغريم هذه الشركات؟ يعني برضو المعتمر ذنبه ايه ان السير وقف ولا يعني؟ لا، السير الوقف ده حاجه، وان نادي على طياره والراكب بتاعها معاه البوردنج وما يعرفش يركب، دي حاجه ثانيه. ايوه، السير اللي يعطل ليه حق عليا ان انا اوصل له حاجته حتى ولو تخلفت يوم او اتنين. لكن لو فقدت انا اعوضه. حضرتك انا بذكر استاذ اشرف ان لو كان فينا حد بيبقى فيه تاخير او اي حاجه كنتوا بتهتموا بالمعتمر، بتشوفوا اكله، بتشوفوا شربه، بتشوفوا اقامته. الناس ذنبها ايه؟ قانونا المفروض ان هم ياكلوهم ويشربوهم وينيموهم. حضرتك لو التخلف ناتج عن شركه الطيران بتعمل كده. أيوة. لو التخلف ناتج عن الراكب، ان ناديت عليه وهو قاعد ما يعرفش ان هو يركب الطياره في الجيت الفلاني وراحت فادت الطياره عليه، فده بيقعدوه لغايه ما يوفروا له طياره بديله. أيوة. لكن يبقى جوه لانه انهى اجراءات جوازاته. أيوة. حصل كده في حوالي 300 راكب، هم عملوا فوضى غير طبيعيه في المطار. طيب هل الازمه انتهت يا استاذ اشرف؟ الازمه انتهت. طب الحمد لله. لا تتكرر، لازم نبقى فاهمينها. انا اتمنى الا تتكرر، وان شاء الله موسم الحج القادم باذن الله ربنا يوعدنا ويكتبها لنا. عايزه اقول لحضرتك انه انت لفت نظرنا لنقطه مهمه جدا، لابد من توعيه كامله للحجاج في جميع وسائل الاعلام، في جميع الصحف، في جميع الشركات الطيران، حتى لا تتكرر هذه الماساه. بشكرك يا استاذ اشرف، ونلقاك ان شاء الله في الاستوديو باذن الله قريبا. شكرا. واحنا عندنا حلقه حافله بالموضوعات الساخنه جدا جدا والملفات الخطيره، فشكرا.